فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الثالثة من حلقات هذا الأسبوع. هذه الحلقة اللي ارتأيت أن أبدأها بموضوع طالما ناقشناه على أثير إذاعة مدينة فم، وطالما ناقشناه بصفة خاصة ضمن برنامج فسحة أمل، هذا الموضوع ألا وهو التطورات التكنولوجية، وبالضبط تفاعلنا مع شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على العيش ديالنا. سبب النزول كما يقال فهذا النقاش ديال اليوم أو لهذه البداية أو لهذه التوطئة ديال هذا النهار هو ما شاهدتموه بطبيعة الحال أنتم رواد شبكات التواصل الاجتماعي هذا اليوم، واحد شريط فيديو لاقى استنكار وإدانة مجموعة ديال الناس، إن لم أقول كل الناس الذين شاهدوا هذا الشريط، وهو الشريط الذي يتعلق بتوثيق محاولة الاعتداء على واحد شابة اللي ممكن تكون في العمر ديالها 16 عام 18 23 عام. على العموم لا نملك تفاصيل كثيرة على هوية الشابة ولا حتى على هوية المعتدون، ولكن أنا اللي جعلني أنني نتقاسم معكم هذا الفيديو أو نتقاسم معكم الحديث على هذا الشريط الفيديو هو السؤال: إلى متى لا نستطيع أن نتحكم في الأشياء التي من الممكن، مش من الممكن بالأكيد، على أنها تحمل إيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي؟ قبل ما نهضر على الاعتداء، وطبيعة الحال الاعتداء هو مدان بشكل من الأشكال، والاعتداء دائما أنا كنقولها هو كساء منظومتنا القيمية، كساء قيمنا كمجتمع، كساء التربية اللي كيتلقاوها وليداتنا، كساء كل الناس، كل المتدخلين في عملية التنشئة الاجتماعية. ولكن اللي ما قد يثير الغرابة هو توثيق الجريمة بدم بارد، توثيق العنف بدم أو بدماء أبرد. ما هي الأسباب التي تقف وراء هذا ربما التطور في التعاطي مع الجريمة أو للجنوح أو للانحراف، سموه ما شئتم؟ واش قيامنا فعلا اليوم أصبحت موضع مساءلة، أو لا قيامنا مازال هي حنا اللي نسلخنا بشكل من الأشكال عنها وأسسنا المعايير لا تولي للأخلاق أي اعتبار؟ فمرة أخرى مناشدة لكل الآباء ولكل الأمهات والمدرستنا والأسرتنا والفاعلين في الشق المدني في الشق الجمعوي، الذين منهم كثير يعملون على تأطير الشباب وتأطير الأطفال بطبيعة الحال، وعلى مواكبة الفرد في كافة مراحله الحياتية، ولكن مزيدا من العمل، مزيدا من الكفاح، مزيدا من المثابرة في الارتقاء بمجتمعنا، في الارتقاء بقيمنا، في الارتقاء بكل ما هو جميل
في حياتنا. فهذا الموضوع اليوم طبيعة الحال أثار الاستياء، لكن لما نقول أننا مستاءون من شيء ما، السؤال ما الذي نفعله من أجل تغييره أو الحد منه؟ كثيرة هي الجرائم أو هي الاعتداءات التي تم توثيقها بكل برودة وبكل أريحية من طرف أصحابها ومن طرف مرتكبيها ونشرها على منصات شبكات التواصل الاجتماعي. فأقول الآباء والأمهات مزيدا من الحيطة والحذر في تعامل وليداتنا مع كل هذه الأشياء، هذه ديال الانترنت والهواتف الذكية وما إلى ذلك. على العموم نسد هذا القوس بوحدة التمني، نتمنى كل الخير لهذا الوطن، كل خير لهذا البلد الذي نطمح في الارتقاء بمكانته بطبيعة الحال، وفي الإسهام بكل ما أوتينا من قوة احنا ومن إمكانات. احنا كنتحدث على احنا كمنبر إعلامي كإذاعة مدينة FM، نطمح أن نسهم بكل ما أوتينا من إمكانات في بناء هذا الوطن وفي طبيعة الحال التحسيس والحد من أجل الحد من مثل هذه الممارسات. هذه تبعتي معنا أعزائي عزيزتي في حلقة الأمس واحدة التجربة اللي اعتبرتها أنا بالأمس مثابة صرخة ديال طفلة اللي كان المآل ديال انفصال ديال الأب والأم ديالها ما تعيشه الآن من تطورات ومن ظروف ومن قساوة الواقع. كانت معنا الأخت فاطمة البارح اللي حكت لنا على كيفاش كبرات، كيفاش تربات في علاقتها بالأب اللي ما عمرها شافته، في علاقتها بالأم ديالها اللي عاشت معها 7 سنين ومن بعد مشات دارت حياة أخرى كيف ما حكت لنا الأخت فاطمة، وكيفاش تطورت الأمور وتظاهرات في الحقيقة الصحة ديالها وتظاهرات الدراسة ديالها مما أدى لنتائج عكسية ما كنت منوهاش بطبيعة الحال لأي فرد من أفراد مجتمعنا. إذن سننطلق بعد قليل في استيعاب تجاربكم وفي تناول قصصكم ملاحظاتكم الإنسانية على الرقم 0535 40 11 12. معنا الأخت زهرة من مدينة الدار البيضاء. ألو. السلام عليكم وليدي. مرحبا بك على زهرة. السلام عليكم. كيداير لاباس عليك وليدي؟ والله العظيم ديما كنتسنط هذا البرنامج ولدي حق الله العظيم. مرحبا بك على شحال العمر ديالك على زهرة؟ 50 عام. 50 سنة. 50 سنة وليدي في العمر ديالك. نعم على زهرة، شنو بغيتي تعاودي لنا في هذا الليل؟ الحمد لله ولدي، بغيت نعاود مشاكل هي مرضاتني، ماشي هي مرضاتني انا وليدي، ديما مريضة والله العظيم وليدي. اش نقول لك وليدي، انا عندي 50 عام في العمر ديالي. اييه. وكبرت، ما كبرونيش والديا، فهمتي، كبراتني غير جدة. انا من اللي حليت عينيا عطاوني والديا، عطاوني جدايا هي اللي كبراتني، حيتاش الاب ديالي وليدي كان كيسكر وكان كيضرب الام ديالي انا. كان كيضربها بزاف، وهي مسكينة الام ديما كيبقى قلبها حنين، وما كانش كيديها فينا، ما كانش كيتسوقنا، الله يغفر لينا وليه. مهم انا من رباتني جدة ولا فشي، وحليت عيني في جدة كتشوف شواف. شواف هذاك الساعة يكون في عمري 12 عام، كنقرا في الرابع. اللي شتا بحال هكاك، وليت انا المره اللي جات وليت كنجليها عليها، مابقيتش كنخلي دوك العيالات اللي كيجوا عندها كنحبسهم. واحد النهار هي قالوا ليها راه الزهره كتحبس العيالات، راه حنا شناها
خويا تعطيني العقوبة، ولات كتعطيني العصا، ولات كتدخلني لواحد البيت كتسد عليا كتعطيني العصا. المهم هي هذيك ولدي داك النهار قالت لي انا الا جيت وما لقيتكش مطيبه الحريره غادي نقتلك بالعصا. هادشي كان في العمر ديالك شحال؟ شحال كان في العمر ديالك؟ شحال كان في العمر؟ كان في العمر ديالي 12. كملي ليا. طيب ديك الحريره صوبتها دايره واحد الكريسي وطالعه فيك ديك البوطاجيه ديال العود، وانا ما قادرش نطلع وكندور ديك الحريره وديك البوطه الصغيره، وهي تقلب عليا ديك البرمه، تقلبات عليا من فوق حتى لتحت، حرقت كامله بس الا الوجه ديالي هو اللي سلك. ملي جات كملات عليا هي بالعصا. قلت لها انت رحميني، شوفي الحاله ديالي، راه اللحم ديالي كاع منبل، كل شيء مسندها هكا طالعين زايد. بقات تشوف في يداتني في السبيطار، لووا عليا فاطمه كامله وجابتني. ملي لووا عليا الفاطمه كله الا الوجه ديالي اللي سلك، لوات عليا الفاطمه كلها. واحد اليومين وليدي ولاو رجليا زراق وصافي وزراقيت، وليت كنلحق. شافتني واحد خالتي، هذيك خالتي غير من امي، ماشي من با، من جدها ماشي من جدي. هي تحيد ديك الفاطمه وهي بقات تحيدها عليا بحالك، وبشوي بشوي كتهزها بالجلده ديالها. كما كتقلع ديك الفاطمه كتقلع بالجلده ديالها. حيدتها عليا كامله وبدات تدير لي في داك اتاي، تدردر عليا في اتاي، ودوك الشقوق ديال البوزروك كدقهم كطحنهم مزيان. بديت نشب شويه وانا ثاني نخف. داوني للسبيطار، قالت لها المراه هذه، قالت لها هذيك الدكتوره باقا معقله عليها، قالت لي هذه لابد تهناو منها، راه مسكينه صافي سالات القلب ديالها، راه هي سهله، راه مسكينه الحراره طلعت لها القلب الدريه هذه. وفي نفس المشكل حيت الحلاقه لان الحراره طلعت لي. بقيت وليدي الحركة كتصور شنو وقع لي. اقسم لك بالله العظيم وانا باقا كنعقل، الا ولا الجمل نهود لي من راسي، ما دافي تش واحد ما تسوقني. ديك ساعتي كتشي تطلع ليا شدة من لاهية مع العيالات. جات هذيك خالتي وانا متنكي كنطلع في عينيا بحالك، وقلت لها عافاك خالتي قلبي يا راسي راه كاني. هي اللي تشد واحد السيسوار وقرعات لي الشعر ديالي وحزنات لي بالزيت. خرجت كنت نقرا داك الساعة، انا داك الساعة كنت نقرا في الرابع، خرجت من المدرسة 8 شهور وانا طارحة في الفراش. ثمانية شهور وليدي الماما عطي شنو حالتي، وليت كالعود. بقيت هي هذيك ونجاني الله سبحانه وتعالى من الموت. بقيت كنطلب الله سبحانه وتعالى وكنقول يا ربي يا ربي. خرجت وليدي، انا داك الساعة كنت في مدينة تاسي. فين كنتي؟ انا كنا داك الساعة كنت في مدينة تاسي، انا ماشي بنت اسي، انا من ايت بعمران، غير الوالدة مولد من اسي. بقيت ساكنة، بقيت حقاً خرج كنخدم في الوزينات، كنخدم في الفابريكات هنا وهنا. كان في واحد شحال كان في العمر ديالك ديك الساعة؟ شحال كان في العمر ديالك داك الساعة؟ في العمر ديالي جاي 13 عام. كانوا كنهزوا ديك القرية، كنفرقوا اللاطة على العيالات، كيدخلوا دوك الدرية الصغار هادي. المهم أنا بقيت غالية بحال هكاك، ارتاحيت الحمد لله، قلت اللهم بحال هكا ارتاحيت باش ما نشوفش انا داك المنقار. ما بقيتيش عايشة مع جداتك ديك الساعة؟ لا، وليت كنجي عند، كنجي بالليل كيدينا الكاميو، كيجيبنا الكاميو صافي. المهم انت في عمرك 13 عام؟ انا 13 عام. انا التازم، درت حجاب، كنمشي للمسجد صلاة والدين، كنهز القران، كنطلب ديما من الله، حيتاش الله سبحانه وتعالى ما نقولش لك وليدي. هي هذيك ولدي تلاقيت. وصلت عندي هكاك شي 18 عام هكاك، تلاقيت يا هذا ولدي بسم الناس، هذا انا اللي ودا مع هذا الوليد. تلاقيت معاه، قال لي انا كنت نقول يا ربي جيني اللي جاني. المهم انا غنستر راسي صافي، انا عييت استر راسي، شوشتني. جا مع الوالد كاتب معايا داكشي، ما درنا حتى شي حاجه، دار الكاخ داكشي اللي هربت منه انا طحت فيه. والوالد ديالك بلاتي، الوالد ديالك قبل في هذاك الوقت قبل ما تزوجي كان كيجي كيطلع لك كيشوفك؟ لا، كان داير واحد الموتور صايمصو، كان كيبركع على السكرا. انا كلمه الحق نقولها وليدي، ماشي ما كان يعرفك. الله يرحمه برحمه الله، كلشي راه مات. كلشي راه في دار، كلشي راه في دار الحق وليدي. اييه كلشي راه في دار الحق. كيخلى كلشي تعلق من كراعه ولدي، كلشي راه في دار الحق. المهم هي هذيك ولدي، بقيت كنعاني. جابني الراجل، ملي جابني العربيه، جابني البلاد،
داك الشيء انا قلت اللي هربت منه وطحت فيه صافي قاومت وصمرت. اي حاجه كيقولوا لي ديريها شقاي خرجي للخلا ديري هادي ديري هادي ديري هادي كندير كل شيء ولدي. نعم كان عرفتي كتصور رمضان الصايمه وليدي وانا كيحطوا لي انا هما كيفطروا انا عازي لي الفطور ديالي بحال شي خدامه فهمتي ولا لا؟ شكون هما هادو العائله ديالك؟ ديال راجلي هادي العائله ديال راجلي عائله راجلي ما مسوقينيش فهمتي ولا لا؟ حيتاش برانيه عليهم وانا راه وليت منهم هما اللي كتشوفني كنهز القران وكنسالي وكنهز القران هادي كتبدا تعير. شكون هي هذه؟ شكون اللي كدات عيا؟ عدوستي حماتي. نعم هي هذه كولدي بقيت وكاك صابره من اللي جا كنت نشوف ولد الناس عام وانا بارك دابا مع والديك دابا راه شوف نمشي معاك للبحر نطيح معاك فيه المهم انا ما نبقاش هنا. هزني ولدي داني جابني للدار البيضاء. هو كان كبير عليك هو بزاف؟ كان كبير عليك ولا كان قدك ولا شنو؟ لا هو كبير عليا هو فايتني ب 20 عام الوقت اللي تزوج شكرا عشرين سيدي بعشرين سنة انت كانت عندك 18 و 38 هو كبير بزاف نعم. المهم ولدي جابني اللي جابني العربي هذه البراك اللي دابا انا ساكنة فيها جابني والله وليدي من اللي كانت تكا بحلقة كانت تكا وقع القسطيرة ما كنعرفش في راسي في مداركة حيتاش انا قلت لي يديني لأي بلاصة جابني ماشي ما جابنيش بقيت ولدت ثلاثة وليدات في ديك البراكة من اللي ولدت كل وليدات ثلاثة ذاك الناريات وصبرت معي صابرا الحصى صابرا الشوع صابرا الطهرة كنقول على حق وليداتي ما كاين باس مرة يخدم مرة ما يخدمش كيخدم هو بنات وذاك الناريات هو يقول لي شتي شتي انا راه حتى شي واحد ما غادي يصبر مع والديا الا انت قلت لي علاش قال لي الوالد مريض بزاف قلت لي كاينين عيالات خوتي كاين كذا قال لي لا غادي نمشي معايا انت تمشي تعيشي مع والديك بغيتي ما بغيتيش الله يعاونك هي هذيك ولدي هزيت دوك الوليدات بثلاثه واحد البنيه كانت كتقرا في التحضيري والوليد باقي ما كيقراش ودري لي باقا تربيه مشيت العربيه مشيت معاه بقيت ولدي هي هذيك مقابله داك السيد حتى مات الله يرحمه توا الاب ديال الزوج ديالك هذا شيخي انا شيخك هي بقيت انا وعدوستي بقينا بحثنا نعم قلت لي يا ولدي الناس صافي نمشو كليفه غنمشو ما يمكنش انا مورا تا واحد ما غيشد في خوتي تا واحد ما غيقبل عليها بغيت تبركي بنت الناس بركي بغيت تمشي الله يعاوننا يعاونك قلت لي كيفاش الله يعاوننا يعاونك قال لي لا انا امي ما تمشي عند واحد انا مشي نخدم في الدار البيضاء وجهتكم هنا من شهر شهر نعم صافي وليدي بركت ريح هي هذيك ريحت وليدي بقيت مع الام ديالي كتعايرني كتضرب الدراري قدامي صغيرين كنسكت كنقول هذوك راه ولاد ولدها خليها هي هذيك واحد النهار مشيت للبير كنسكي اقسم لك بالله كنبقى نجبد من داك البير كنقف ديك البيلي زادو علي اللي جيت ولدي لقيت وليدات مرميين على برا وشاد عليهم وانا نعيط على السلامه والسلامه انا كنمشي انا وابن وليدات انت خرجتيني على برا ما جاوبتني ما كلمتني قالت لي انا ما عرفتش عليكم وما قلت لكم شجوع عندي انا باغا نلقى بوحدي ما قد على صداع ما قد على غوت العين عرفتي شنو درت ولي عرفتي شنو درت نعم شديت بياضه وحفرتها ديك بياضه ديك ديال الارض حفرتها وجيت نوفي جبت الموعجن ديك بياضه ديال الجن وقام الصحه وشديت ديك البيت كامل خرجت على برا الواحد البيت منه المقبره منه الخنا وما جواه هو سيدي ربي والخنا وشديت وداك البيت شنو فيه حاشو جبعتهم واحد الحماره هي اللي كاينه وشديت هذاك الزبيد لبطو كامل ضد البياضه من الجناب باش ما تخرجش ليا لا عقرب ولا شي حناش ولا شي حاجه تعرف من وليداتي وجبت الخناشي وليدي دوك تاع الشمرتال دوك تاع الخيط تنقلب عليهم في الضرب جبتهم ودرت مخيط وخيطتهم ودرتهم شكل لحافه وشديت باله ديال الثمن قطعتها ودرتها في هذيك هذيك الخنشه وخيطتها ودرتها في البيت في هذاك في هذاك الكهف عريش وفرشت هذيك ونعرفت كل وليدات هذيك ثلاثه وفتشت على الكابيه وربي شاهد عليا وشعلت شميعه وحاضي العقرب للعقرب
ولادي كان الشوم كيطردك وهادشي علاش كيباتي وشاده ديك الشميعه وحادي على تعض ليا ولادي العقرب. كان اش كنقول؟ كنقول انا راه العقرب كتبيت كل ثلاثه تاع الليل عاد كتبيت انا غنبقى حادي العقرب ولا يدخل شي حنيش ولا واجي. ومع الصباح ملي كنوض ملي كان بحال كنطيح كنكمع كنمشي ندير قرايه ريسو وكنبلع قرايه ميساب وكنحكم لوليداتي وكنعجن خبيصه ديال الدرع على الصرع فيها غير الضرب خدها تصور الضرب حدي والشاير كويشه ما عنديش ما عندي لا طحين لا والو وكنطيبها في الفراح وكنعطيها لدوك الوليدات كنسكتو فيهم الشرا وكنقلي مقرايه ميساب وكنعطيهم ليهم. الماضي ديالي انا صعيب على اللي انا كنختصر لك القصه الا عاودت ليك رانا مرحبا بك الزهره مرحبا بك مرحبا بك نهار وما نساليش وليدي. المهم ملي جا من الدار بيضاء طلع لي قال لي عليكم يا بنادي الكلاب شافني في داك العريش ما دويت معاه ما كلمته ويمشي على دمو ما لقيت حاجه ما كاينه ما دايره والو ما كاين والو هو يجي برك جاب الولادي وبرك كيشوف فيهم بحالك مشى للحانوت حط لي بليزه ديال جوج يطرات على السيد وخنيشه الطحين غتوكل مولدي شهر ما غتوكلهمش شهر اش كندير انا كنفكر ديك الحمراء وكنلمها فهمتي كنلمها كنفورها للدراري على الخبيزه ملي كتكون الخبيزه كنفورها عليها وكنشد الحطب والعويدات وكنجمعهم وكنحفر لهم في الارض وكنبليطهم ونغطيهم بالميكه ملي تجي الشتا كنجبد دوك العويدات كنطيب بهم سخان ما عندي لا بوطه لا والو مره واكلين مره وما واكلينش. وملي كيجي عندي في الشهر كنقول لي جيب لي الفانيده فلان جيب لي الكينه باش نحبس الاولاد كيعطيني قطله العصا وكيمشي وما كيجيبش لي الفانيده. ولدي كصدق تعرف شحال صدقت اقسم لك الله دابا جوج وليدات والداهم بوحدي قلت يا ربي تفكيتي لي هدية ونصرانية انا مثل ما اللي قحرني. شحال عندك دابا ديال الوليدات؟ شحال عندك الوليدات؟ عندي 8 الوليدات شتي علاش؟ 8 8 والكبير اللي عنده 20 عام شتو ليا في الحبس. واخا غادي غير كملي لنا غادي نرجعوا لهاد القضيه هذه. ها؟ المهم ولدي بقيت ولدي كان عاني بحال كبدي مندي من 12 عام وانا في هذاك العريش 12 سنه لما نطلع عليك لا من يواسيك لا من يحن فيك عليا الضغط عليا الضغط ما كنعرفش لا فين نخرج لا فين ندخل. كنقول لي قلت لي شوف انا راني ما باغا حتى حاجه من هاد الدنيا انا باغا نقري غير دوك الوليدات انا بغيت نقريهم. ولدت الاول ملي مشيت بثلاثه دوك الوليدات الاخرين جوج وليدات ولدتهم بواحد المولد ما معايا حتى شي حد. وكانت الشتاء وكانت الشتاء وكان البرد. وهادشي كنتي قريبه للام ديالو ياك؟ قريبه للام ديالو بزاف. الام ديالو هذا واحد الوليد انا ملي ولدته هي جات للدار البيضاء جات قالت لك حقه ما حقه عندها المراره غادي تفتح عليها بالفعل جات فتحات على المراره. المره الاخرى تقول صافي كتخرج هي يا كتقول كتبوس الدراري عاديه صافي دي باغا الطيقار كي دايره لاباس بحال جارتي فهمتي ماشي بحال عدوستي. حتى انا موقره ولو ما كانت تقول لولدها والو على هذا الشيء اللي داير مخليكم عايشين في هذيك الظروف القاسيه. تقول هي من النهار الاول انا ما كانش باغاني ولكن انوريك دابا اشنو المشكل في اشنو غادي نقول لك. نعم. كيفاش المصير غادي يوقع؟ نعم. قايت ليا ديك وليدي صابره داك النهار هي تيقول لي جا كيعرش برجلو سيد مالك قال لي الاجل قريب سيد مالك كيفاش قال لي راني قال لي كنحس بشي حاجه في ظهري كتنمل عليا. وقتاش هادشي؟ الذهب النص ديالي كله كيتنمل عليا. هادشي وقتاش؟ هادشي دابا شي وليدي دابا جاي شي 4 سنين وقعك. هادشي اللي باش هو دار العمليه دابا 3 سنين باش دار العمليه. كنتو مازالين في نفس البلاصه؟ هادشي قديم هادشي باش كيقول لي راه كيتنمل عليه العين كيدير. قلت لي شتي شكاين؟ نمشيو نرجعو للدار بعيدا عندك البراكه
نريحوا فيها ونخرج نخدم ونعاونك وكذا وكذا. قال لي لا شوية مشاع وثاني عاود شاع وتنوى مع الحال. قال لي شي سكينة نجمع وليداتي وغنمشي أنا غضبني النقل وغلبني هذه الدراري كانوا كيقراو بني الدرم مع المدرسة بعيدة داك النقل وكان مغيش والطريق خايبة ورقة عارف العربية. نعم هي هذيك هزين الدراري. قال لي قلت لي شوف أمك في محش تعيش معايا هي لا حكم أنا ما غلوهاش. قال لي إيش قلتي؟ قلت لك آه أمك في المشي تمشي معايا هي تاج فوق راسي. في المشي قلت لي غنديها معايا. ديك الساعة وليدي جات عاشت معانا جينا بك البريريكا ملي جا ولدي طاح صافي عاد كيغوت عاد كيشرب بوليزه ديال الماء كيشدوا الضو كيضربوا مرخيين فيا فيك. سينا بيتو لعند واحد الطبيب دار لي في البرنوسي مزيان. ملي مشيت عنده قلبو داكشي خرج لي شي دواء. قال لي هذا الراجل قال لي راه هذاك السنفون ديال ظهرو كامل رشا دوك الكراوي هي من ظهرو رشاو راه ولو غادي يشرب هذا الدواء وهادشي راه لابد من العمل. وهو اش كان يدير؟ كان هو كان مدمن كان بناي كان بناي اه كان غير يبني ما كانش يدير داكشي داك ما كانش يدير المخدرات ولا كذا. لا كان بناي كان كيهز قلق بزاف. هي هذيك ولدي مشيت انايا شرب داك السانيد وداك الشيء ما كيدير ليه والو. مشيت خدم خرجت كنخدم. نعم البنيه داك الساع البنيه داك الساع بقى عندها يلا شهر صغيوره صغيوره البنيه الاخرى اللي ولات اللي مريضه ليا دابا. خرجت للزيوت كنخدم بالديور هنا وهنا 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 وهنا. صافي داك النهار جيت لقيتو كامل زرق هزيتو. مشيت درت ورقة الاحتياج مشيت طلبت المقدم ومشيت ديتو لبن رشد. شوف بلا السميات ديال المستشفيات وداكشي باش بلا ما ربما يقدر هو يكون ما بغاكش تعاودي ولا شي حاجه من باش ما نخرجو حتى واحد فهمتيني. دار العمليه على العمود الفقري على السنسول ديال الظهر ديالو ويعيط عليا الطبيب. قال لي اجنتيه هي المرا ديالو. قلت لي قال لي هذا السيد لابد تهناو منه قولوا ليه السطل تاع الماء وراني هكا في الكاس ديال الكراوش محيده من السنسول ديال الظهر ديالو. قال لي السيد ما بقاش يخدم بصفه نهائيا صافي. دار العمليه على العمود الفقري. جيت ولدي كنطلب الله سبحانه وتعالى وكنقول يا ربي تجاوز عليا يا سيدي ربي ويا ربي تعاوني على هاد الوليدات ويا ربي تقدرني عليهم يا سيدي ربي. جيت ولدي لهذيك جبتو ملي خرجتو من السبيطار جبتو تندير ليه المسانه تحت الشليه ما بقيتش شحال وانا مقابلاه. خرجت يعني ما عنديش خرجت يعني درت الدرية في ظهري وخرجت كنخدم. وهاديك الساعة شحال كان عندك الأولاد؟ عندي 8 الوليدات هي الأخرى هي الكاملة وليدات. البنية هي الأخرى هي؟ هي الأخرى. نعم كنخدم داك النهار هي شربت لي ليسانس شربت لي الدولي في الكراج عاد الناس اللي خدام عندهم. أنا كنخدم هنا وهنا. ملي كان طلعت كنمسح الجاج هي كيما هبطتها من ظهري الدرية هزت القرعة ديال ليسانس وشربات ما عرفت واش تشبه ليها ما بقى صغيرة يلا كاين ولات تمشي. ملي جيت لقيت الدرية كتمرغ ليا وانا نهزها ديتها تنشري لبن رشد. دوك الناس قالوا لي حنا ما قلناش تجيبي معاك الطفلة تحملي مسؤوليتها ولا تضطري. هي هذيك ولدي قالت لي غتخرجي عليا غتفرقيني على هذا حتى سبتها لله سبحانه وتعالى. قلت لها ما تخافي والو. نعم جا واحد الطبيب يمكن من الرباط غسل مصارنا وداك الشيء والله العظيم وليدي 20 يوم هي في الليل عاش كيديروا لها الاكسجين والعوينات ديالها ما بقاش كتشوف فيهم كيصبحوا مسدودين. صافي جبتها للدار دار لها داك الدولي دار لها بقات واحد العام هكاك. ملي جات بقات واحد العام تحسنات ولات بخير متبعه لها الدواء وداك الشيء. داك النهار هي الثاني تخنقت ليا وانا نديها قالت لي الدرية عندها نطاش في الصدر ديالها شاربه شي ماده ومؤثر عليها. بقيت نتبع عليها كناخذ لها دابا كل 15 يوم كناخذ لها دي من 6000 ريال ديال الدواء. هذه دائما كناخذ عليها الحمد لله. كان اش كنقول لك ودي كنعاني اقسم لك بالله دابا كنعاني مع هاد الوليدات أكثر المعاناة. ما عمرني غضبت ما عمرني مشيت لشي بلاصة ما عمرني تشديت على شي حد.
غادي كنت مغاديه ولكن لا جناجه اللي واقفه العقل غايب. كنرجع لعز وجل، كنرجع لباب الله، كندق عليه وليد كبر خيطك العصا، كان يشوف الاب ديالو كان يضرب لي، كان هذا كان ذاك. دخلت التكوين كيقرا، خرج ليا من التاسعه دخلت التكوين كيقرا. باركش هو وصحابو باشي دراري عاد الحيط، جاو البوليس قلبوهم لقاو عندهم الفانيد، هو ما عندوش هادشي اللي كيقول، قال لك لقاو عند الدراري تاهو جمعوه الدو. دابا راه جايه لخمسة شهور باقي ما حكموش عليهم كاع، كيطلع وكيهبط عنده 20 عام في عمرو. قالوا ولدي كنسمعك اللزر، انا كنسمعك. دابا كان انا والله العظيم ما كندخل للدار، دابا ملي كندخل ديك الدراكش ديال هاد العاصفه اللي جات ديال الشتاء والبرد، هاد العاصفه هادي هاد الشتاء والبرد الا هزات ليا كلشي. كنعيش معاناه الفقر، ولكن كنقول يا ربي تجاوز عليا، حمد الله وشكرته. كنشوف في هذاك الراجل اللي هو مريض راه شحال عاودت لك عليه وشحال تعذبت وشحال، ولكن انا كنقول للعيالات اللي كيسمعوني دابا، ولو يدير لك الراجل اللي له لك ما عمرك تحسيه العين، حيتاش انا وليت دابا، انا دابا ما بقيتش قد نخدم. انا 50 عام في عمري عاودت لك شحال تعذبت دابا، ولات تركض على يدي تقوت المشاكل. كنشوف في ديك البنيه اللي مريضه، كنشوف في هو مريض، كنشوف في عماتي عندها 90 سنه شاده عندي، كنشوف في ديك الوليدات عندي اللي هي دابا كتقرا في الجامعه. واحده في الباك، واحد في التاسع، واحد في الرابع، واحد في الخامس. كنغامر باش نقري ديك الوليدات. كاين بعض المرات كنبقى بالجوع باش كنمشي نشيل المكتوبه قدام، ما نقولش لشي واحد. لا ولدي راه كنخاصر، ما نعاودش كلشي. كنسمعك الوزير. باش تدوك البنيات ما نحرشهمش. ايه تمام. البنيات ما يتألموش، لأني ولدي ما باش نقول لك هذا ابتلاء من عند الله، واللي كيبغي الله كيبتالي. نعم. الدنيا دار ابتلاء، أنا كنقول حمد الله وشكرته. الحمد لله والشكر لله. عندي دابا 5 البنات وثلاثة الأولاد. كلهم كيقراو. كلهم كيقراو من غير الوليد ياك؟ كلشي كيقرا، كلشي، فيش واحد ما كيدخل لي 4 دريال. أنا كنضر ضيعة، كنخد ب 100 درهم ما كدير لي والو. وليدي عرفت كتصور لي أنا دابا 4 أيام ولا ما عرفت شي 5 أيام ما خدمتش، كنشوف كنبقى كنشوف كندخل للدار ما كان كنضحك في وجهها ما كيتشبه لي كنبدا نعاير ولا لا. راه مشا كتهز ولادها بسنانها. هذا انا ام ما عرفتش، انا كنقول يا ربي ما عرفتش الخير فين. انا ديما ضحك في وجههم ديما. ولا زهره هادشي كاع اللي عاودتي لنا هاد المراحل كلها، العائله ديالك غايبه من حياتك؟ واش ما كنتيش علاقتك معاهم مزيانه؟ ما كيجيوش ما كيسولوش فيك؟ ما عندي واحد الخال. وليداتك عارفين عائلتهم؟ عارفين العائله ديالهم، عارفين جداهم، عارفين جدهم، عارفين كل شيء، عارفينو. ولكن ولدي ناسينهم، فهمتي؟ بحال ما كاينينش. انا نقول لك الحقيقه، واش انا محلو فيا دابا؟ انا الراجل كيشوفو فيا مريض وطايح وشاد الارض، محلت فيا العائله ديالو، هو عاده عائلتي انا، ما كاينش اللي كيتسوق لي. انا ما كنقولش ليهم، ما كندقش على بيبانهم، ما كنمشيش عندهم. واش اللي عارفك بحال اللي ما عارفكش ولدي؟ نعم لالا، نعم. راه عارفين الحاله ديالي، راه عارفيني محتاجه، عارفيني بحاجه في الماس، راه عارفين الفقر، راه عارفين. اقسم لك بالله على المانطات كيصبحوا فاسقين في ديك الشتا اللي فات. نعم. وكنعاود نشوف المانط كيصبحوا فاسقين. نعم. المانط كيصبحوا فاسقين وكنعاود نشروحهم شويه وكيتغطاو بهم.
نعم. راه عارفين، راه عارفين الفقر اللي كنعيش فيه، راه عارفين وكيشوفوا فيا. عاد نمشي نقول لهم انا عطوني راني ما عنديش. لا ماشي، شوف ماشي كاع غير عطوني، على الاقل غيري ماشي ضروري المعاونة للهمام. المعاونة ماشي فيها غير الفلوس وفيها المعطاء وفيها فيها غير بعض المرات بنادم يحس بيك باللي كاين معاك، يحسك باللي راه موجود. دابا انا يا عدوتي معايا ياك، ام راجلي معايا انا، وعاود لك شحال لا جاو، لا جا عندها بناتها، عندها جوج بنات لا جاو كيطلوا عليها بحال كيدير امي لاباس لاباس باش يجيبوا لها شي حاجه في يديهم، ما كيجيبوش ليها، ربي شاهد عليا. نعم لله زهر. ما كيجيبوا لها حتى حاجه، هي دابا كطلع عينيها بحال داك بريئه، عاد كتبان لي كتبقى فيا والله وليدي. بعد مرات كنقلعها وكنجيب لها شي حاجه وكتفرح بيها. نعم. كنقول انا يا ربي وليدات يديروا لي بحال هكا. نعم. ما كل الله سبحانه وتعالى في خلقه كل هدية في الله، كيجوا عندها كيشوفوا فيها وما كيقولوش لها واش خاصك ولا اش بغيتي ولا هادي والو. انت كي تنقولوا قالك ما نمشيش، قالك انا ملي كنمشي عندهم كيديروا كينوضوا الصداع كيقربلوها قدامي. بحال انا قالك ما باغينيش. وانت ما قابلتيش الاساءه بالاساءه، هذا هو الزوينه لاله زهره، هذا هو الحمد لله. اللهم لك الحمد. حتى انا راه ام، فهمتي، انا راه امي مولدي، راه امي ما كل شيء كيتعود، حتى الام ما عمرها تعود. غنقول لك نعم. شتي الام ما عمرها تعود اي حاجه تجي، ولكن امي ما عمرها تعود. نعم. انا راني حاسه بها، وراني كنشوف فيها، ولكن انا راه حاسه بها، واخا كنشوف وهي تا هي صابره مسكينه. الحمد لله ولدي. انا انا كنطلب من الناس اللي كيسمعوني دابا لا خارج المغرب ولا داخل المغرب، المهم انا الرساله ديالي وصلت. نعم لاله زهر. نعم الرساله ديالي واصلت ولدي، وسمعوني حتى يا ربي تعطيك ما تمنيت. وانا لاله زهر اللي الله يعطيك الخير بارك الله فيك. انا لاله زهر اللي بغيت نقول لك هو العزاء ديالك في هذا الشيء كله لاله زهر هما الوليدات ديالك، هذه المساله الاولى. ياك وهذاك الوليد ان شاء الله نسمعوا عليه الخير، حيت حتى شي واحد في الدنيا ما سالم من 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 الخطا. من الخطا، حيت وليدي واحد الكلمه نقولها ليه. انت مول العقل. نعم. ما وليدي للسجن. نعم. السجن يكون عندك ساجين، يكون عندك واحد مريض في الدار. نعم. ويكون المعاناة، يكون هذا راه حالة خايبة. نعم لله باينة المسألة. راه حالة خايبة. نعم. راه شنو نقول لك، راه حالة خايبة راه كيبكي عليا والله العظيم. دابا راه لمي اللي كتحرك على الكبد ديالها، دابا راه ربما جاي حتى انا بغيت نمشي نشوف، كيعيط عليا بحال كل يا ماما راني ما داير والو ماما. نعم. قول لي وليدي، كنقول لي طلب الله، فهمتي انا شنو نقول لك، نقول لي طلب هز عينك لله. نعم اكيد اكيد ان شاء الله لاله زهراء هذه التجربه غتكون ليها درس غي ان شاء الله. وانت هذا الشيء اللي تحاولي انك هذا الشيء اللي تحاولي ديريه هو ان شاء الله وليدي، وكنطلب من الناس اللي كيسمعوني دابا يساعدوني، وقفوا معايا يساندوني. راني انا راه ربي اللي مطالع بيا، انا ما عاودت همي وعاود كنعيش معاناه وليدي. نعم لاله زهراء كنعيش معاناه كبيره مع وليداتي. الناس انا راه ضربت فيا العظم كما كيقولوا، دخلت للشيل دول العظم، هذا هضرت في الاذاعه ماشي انا صويت نهضر. نعم لله. مرحبا بك ربي اللي مطالع بيا ولدي، ربي سبحانه وتعالى هو اللي كيشوف وشاهد عليا. مرحبا بك لاله زهراء. ضربت طيب ولدي. مرحبا بك تهضري معنا في الوقت اللي تبغي لاله زهراء، وحنا نسمعوا ليك وناخذوا بيدك ان شاء الله ونوليو نسمعوا لك غير الخير. ولكن اللي نبغي نقول لك لاله زهراء هو انك ما تنقصيش من ذاتك، بالعكس انت نموذج للمراه المثاليه اللي ربما وحنا راكي كتبعي معنا البرنامج كيعيطوا لنا بزاف ديال الناس كيقولوا لينا انا وقع لي واحد سوء تفاهم بسيط، غير راجلي ولا الزوجه ديالي غوتات عليا ولا غوت عليا اولا وقعت شي حاجه اللي بسيطه جدا، والناس كتفكر في انها تسمح في وليداتها وكذا. ولكن انت لاله زهراء
بالعكس لا ما 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 رغم الظروف رغم داك الشيء اللي كبرتي فيه. المشه قلت لك المشه كتعز ولادها بسنانها ياك ولا لا؟ نعم لاله زهر. انا ما عمرني قلت لك، وكنقولها كنقول وكندخل للدار قلت لك وما كنغوبش فيه ودي ما ضحكت وجهها، ما انا راه ربي اللي مطار علي. نعم لاله زهر. الله بعض المرات ما كندخل والو وجايبه جيه والو، بعض المرات كندير لي مخبي زواتي، بعض المرات كنطبق شي مع شي وشتي شحال حارب في الاول معاهم، وكنقول الله اعلم الله اعلم الله اعلم من هنا لقدام الله اعلم. اكيد لاله زهر ان شاء الله غيكون قادر على كل شيء. تمام غيكون العزاء ديالك في الوليدات ديالك ان شاء الله يعوضوا لك هذاك الشيء اللي هذا الكفاح وهذا التضحيات وهذا شنو نسميه الصمود ديالك لاله زهر في الحقيقه. صمود. ونتمنى الشباب ديال اليوم يكونوا كيسمعوا هذه التجربه ديالك لاله زهر، لانه شوف ما تشوفيش في هذه التجربه ديالك فعلا كاينين مشاكل كاين بزاف كاين معاناه كاين، ولكن ديما شوفي فيك لاله زهر باللي انت نموذج لواحد الانسانه اللي قويه واللي ما سمحاتش الظروف والقساوه ديال الحياه انها هي تحكم فيها، بالعكس انت دبرتي الظروف ديالك وعرفتي كيفاش تخرجي منها، وانك تبقاي جامعه وليداتك. نتمنى ان التجربه ديالك تكون رساله للشباب لاله زهر. داكشي اللي كاين ولدي راه دابا الشابه تاع اليوم راه حاجه بسيطه تي. نعم لا راه الصبر هو كل شيء ولدي، الصبر هو كل شيء. الانسان يصبر ولدي، يصبر الزينه ويصبر الخيبه ويصبر. الحمد لله ولدي، اللهم لك الحمد، الحمد لله ولدي، اللهم لك الحمد. الله يخلي لك وليداتك ويرحمك. اللهم امين لاله زهر. الله يتنتع معاك ولدي. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. بارك الله فيك لاله زهر. بارك الله فيك وشكرا لك لانك تقتي في البرنامج وبغيتي تواصلي معنا، وانا ديما كنقول لك لاله زهر حنا راه الاشاره وان شاء الله نسمع عليك الخير والعزاء ديالك في الوليدات ديالك ان شاء الله. ان شاء الله ولدي. شكرا لك لاله زهر وشكرا لهذا الوفاء ديالك لاله، شكرا بزاف. الله يعطيك الصحه. نعم لاله بارك الله فيك. شكرا. احنا بطبيعه الحال مازالين في استيعاب تجاربكم قصصكم ولحظاتكم الانسانيه على الرقم 055-340-1112، هذا هو الرقم للموضوع، راه اشارتكم للتواصل معنا والتقاسم تجاربكم ومعيشكم اليومي لما يحمله طبيعة الحال من أبعاد إنسانية واجتماعية. وهذا اللي جسد مع هذه السيدة الكريمة من مدينة الدار البيضاء لاله زهرة، اللي في الحقيقة أنا ما كنقولش باللي لاله زهرة بوحدها في مجتمعنا اللي كتقوم بهاد تضحيات الجسام. كاينين كثيرات هن اللي بحال لاله زهرة، ولكن انا اللي نبغي تواصل معكم فيه هو حرصنا على استيعاب الرسائل اللي كيمكن نصادفوها في الحياة، حيت الحياة مليئة بالرسائل، مليئة بالعبر، مليئة بالمعاني. فإلا سمعنا هاد لاله زهرة كيفاش كبرات وكيفاش عاشت، وانتم لاحظتوا معايا أنا ما بغيتش ندخل معاها في النقاش ديال شنو خصها تدير وشنو ما خصهاش تدير، لأنها بالعكس تعي كل ما تقوم به، تعي كل ما قامت به وكل ما تقوم به وكل ما ستقوم به. فتأملوا معايا، 8 ديال الوليدات، 5 منهم إناث و3 ذكور، كبروا وترباوا كلهم تيقراوا كلهم كيستشعروا الدفء الأسري، ماشي لأن الحياة عندهم مفروشة بالورود، ماشي لأن حياتهم يعني كاملة كانت إيجابية،
ماشي لانهم عاشوا بشكل طبيعي بحال اللي مفروض يعيش كل واحد فينا بكرامه بسكن باكل بلباس، ولكن لانهم عاشوا وترباوا تحت كنف سيده اللي واجهت الصعاب واجهت الحياه. نتوما شنو تقدروا تفعلوا مع لاله زهران خلال الجزء الثاني اللي بطبيعه الحال غادي نخصصوه لمداخلاتكم تفاعلاتكم من بعد ان شاء الله ما نفتحوا التجربه ثانيه. الا كان معنا مازال صاحبها على الخط مقاطع اكيد اننا غادي نفتحوا على مداخلاتكم وتجاربكم خلال ما تبقى من الامد الزمني من حلقه اليوم برنامج فسحه امل. مداخلاتكم تفاعلاتكم وكذلك ماشي بالضروره اليوم نتحدثوا على النصائح والتوجيهات والاراء بقدر ما اننا اليوم يمكن نتحدثوا على ما استخلصناه من عبر. أكيد منين كنسمعوا قصص رسخت الإيجابية في الحياة، رسخت التفاؤل، اليوم كنسمعوا قصص لترسخ التضحية، ترسخ الإنسانية، ترسخ الود. ففي هذه القصة اليوم أنا صراحة أعجبت بشخصية لالة زهرة، أعجبت بتضحيتها، أعجبت بكفاحها. غادي نرجع لكم بعد لحظات قصيرة لنتمم ما تبقى من الأمد الزمني من حلقة اليوم برنامج فسحة أمل. نواصل وإياكم أعزائي عزيزاتي على أثير إذاعة مدينة أف أم وما تبقى من أمد الزمني من حلقة اليوم من برنامج فسحة أمل ضمن هذا اللقاء اللي نحاول من خلاله أن نتجرد بطبيعة الحال من مجموعة من الأشياء اللي ممكن ما تخليناش نعيشه يعني بطريقة بأسلوب بنمط اللي يمكن يسهم في تفوقنا في حياتنا بشكل إيجابي ونعمل كذلك ونستخلص مجموعة من العبر اللي كنسمعوها في قصص في تجارب في لحظات إنسانية اللي كان من آخرها تجربة السيدة زهرة من مدينة الدار البيضاء اللي غنفتحوا على المداخلات في الحالة ديالها بعد قليل من بعد ما ناخذوا هذه التجربة هذه. قولوا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم اخي. مرحبا بك مولاي، شكون معنا؟ هذا يوسف امل رشيدي من مدينة السادة. من مدينة؟ السادة. سالا، شحال عمرك السي يوسف؟ عمري 59 سنة. نعم السي يوسف، شنو بغيتي تعاود لنا في هذه الليلة؟ انا عندي نشارككم انا في هذه القضيه اللي عندي انا انا موسيقي وكنت كنت انا عايش في سلاه بوليفيه وخرجت انا في 76 هبطت للدار البيضاء ما بقيت خدام تما في الدار البيضاء 79 80 81 تزوجت دازت خدمت واحد المحل كيتعين ديال ريستورون وهذا خدمت في الثمن وهذا وتزوجت واحد واحد المرأة كان كانت صديقة ديالي وهذا وخديتها ودرت المحل ديالي دار داري درت أنا بالدار ديالي بكل شيء ليا وكان زاد عندي الأول زاد عندي الثاني زاد عندي الثالث. نعم. في 93 وقع واحد الخيانة وهذا. غير بشوية السي يوسف، السي يوسف راك تعاود ليا بالزربة خصني باش نفهم معاك وباش يفهموا مجموعه من الناس. واخا
قلتي لنا قلتي لنا كنت يعني انت انت فنان انا كنت اسمح لي استاذ انا اختصرت لك زعما ما بغيتش نطول عليك ولا شي حاجه ايوا بهذه الطريقه ما غنفهم والو زعما الا اختصرتي لي ما غاديش ما غنستوعب والو انت قلتي انا واخا سيدي انا خديت المراه ما عندهاش الام ام ميزه اييه كانت عايشتيها بزاف عقلها ما كانش حاضر وما حاضرش نعم كان لقاتني انا متزوج بها وديك الشيء هكذا قالت اللهم الانسان هذا راه فهمتي زعما هي كبرات بيا انا زعما كذلك با كذلك حتى هو قال لي زعما انت راه انا ما حضرتش بعدك اولا قبل كل شيء لان هو ما جبدوليش الوالدين ديالي زعما لا خصو يحضر باك ويحضر امك فهمتي يا استاذ شكون اللي ما جبدلكش الوالدين؟ على بالنسبه للاب ديالها اييه حيت خديتها انا هي كمراه فيزي فهمتيني لا هو دابا قلت ماشي ك فايت متزوجه ومع راجل ميت ليها ولا انا كنت من ديك الساعه العقل كان باقي صغير ديك الساعه 9 و10 كان عقل طايش وانا هبط تما لقا بيضاء وليت نخدم هنايا هنايا مشي الناس كري حانوت تنفطر بالفقراء انا من جوج فيها وهذا شتا هي كانت تدخن كان شنو؟ كانت تدخن ايوه انا قبل من الولاده الاولى حيدت التدخين انا جاتني واحد من الجد الاول والجد الثاني زدت انا جاتني واحد الخدمه في طنجه نعم انا موسيقي خدتني واحد الخدمه في طنجه في واحد الاوتيل رشيد بالرياح مع رشيد بلاش بلا ما تقولنا كاع السميات بلا ما نقولكش هذا هو يلا زيد مع دوك الموسيقى وهذا واحد الليله جاب الله فيها رزيق شديت التران منين سالينا مع الربعه هبطت للوتيل شديت التران مع ستة وتوليت ديال الصباح تيخرج من طنجة لوحدة تيكون في كازا ايوا خديت هذاك التران ملي مشيت تما ملي دخلت كي لقيت باب الدار محلولة ولكن ملي دخلت انا دخلت للدار لقيتها قاعدة مع واحد البنت صاحبتها في الصالون هي وياها وهذيك صاحبتها شادة الكارو حتى هي ما عرفتنيش انا جاي هذا هو المشكل يعني هي كانت ما كانش قالت لك باللي كتدخن وداك الشيء ياك اييه واخا زيد ولكن ملي شدات ملي جيت دخلت انا بانت لي هذيك شاده قالوا بان لي قالوا باقي شاعل وفي الطفايا الاخرى اذا شكون اللي كان تيكني هذاك هي اللي كانت تسكن يوم بجوج ما يمكنش من تمايا تلفت ما بقاش الثقه ما بقاش الثقه ما بقاش فهمتيني نعم ما بقاش الثقه ملي كنقول انا الا كنت هكا انا غير في الكارو الا كنت غادي تكون شي حاجه اخرى اللي هي بلا يعني هذه هذه المساله هذه خلاتك انك تبدا تفكر في حوايج اخرين وتشك في حوايج اخرين انا كنت عندي ديك الساعه من هذه قلت لها فين تي الكارو ما تعيش تجيني هنايا من اليوم نعم الى عاود شفتك هنايا انا راه نمشي عند راجلك وعند مرت عند امك وعند باك وعند ذاك اسمك ايوا شنو وقع من بعد؟ ما نلقى ما نمشي قالت لي نمشي بحالاتي هي الضيفه ولكن انا كي ديك الساعه راه باقي غير بالسويك ديالي انا جاي معايا غير الكومبلي ديالي وداك الشيء دايرو تمايا ولا بالجلابه وهذا باش جاي باش منين نرجع في الليل هذوك خصني ندير انا بغيت نرجع ديك الساعه انا باش خصني الحجاج اللي نكون في طنجه ونكون في لوطيل ايوا مع الكومبلي شتا هي تاكا زيت عطيتها واحد 400 درهم قالت لي صافي انا قالت لي واش قلت لك غادي نجلس ثاني جاي صافي اذا ما جيتي انا مشيت لطنجه هو تمشيت لطنجة هي اللي بقيت تما خدام ما تنسول فيها ما تزعزق حتى جات عندي جات عندي ديك السكنة اللي كانوا عاطينا في لوطيل هذا وحرس ما عرفت شنو قالت لي لا علاش ما تجيش علاش ما سميتو كا قلت لها فين غادي نجي انا نجي عند
جي عند وحده اللي انا ديال فيها الثقه وعطيها داري ومخليها داري ودار بكيلومترات باش نخدم. وهذا هادشي شحال كنت دوزت الزواج شحال؟ دوزنا اقول من 81 حتى 93 طلقت انا. لا هادشي هاد الواقع اللي كتعاود لنا دابا. لا ماشي هاد الواقع اللي كتعاود لنا دابا كنتو يلاه تزوجتو ولا كنتو دوزتو بزاف؟ لا تزوجنا راه تزوجنا راه تزاد الاول وتزاد الثاني. الوليدات؟ اه ثلاثة هما. من وقع هذاك المشكل وداك الشيء انا تزاد بعد ذاك الاخر عاوتاني السالف ديال 88 ملي تزاد عندي هذاك بقيت تنقول الله يسامح مع راسي ما تنقولهاش ليها هي تنقول انا مع راسي الله يسامح من على وجه الوليدات وعلى وجه هي هذيك انا من باختصار الاستاذ بلا ما هذا راه من وصلت لهذاك النهار اللي هو في سميتو الخيانه كانت هربات هي هربات من الدار نعم تعيطوا ليا قالوا لي راه جابت لنا الدراري في الدار عندنا دارهم حتى تسكن حدانا عائلتها هادو هادو عائلتها عائلتها امها انا مرت باها وباها ومس ولدو على محل بلا ما حتى تقول فيه خلص الدراري تمايا اجا هو عيطوا لي راه فلان راه كاين وكاين راه اسمي سما ديال فلان راه دار ما كايناش شيء راه مش بحال هكا كان ديك الساعه بقات لنا واحد اسبوع باش نكمل الكونترا كونترا مع الناس اللي خدام معاهم انا مشيت فتحت ديك الكونترا وهذا وتخلصت وخديت خلاصي جبت لهم انا واحد اللي غادي يخدم بلاصتي وهوت في حالتي هو تنقلب عليها في الدار البيضاء هي هذيك انا منين هوت الدار البيضاء اش نقول لك وهي هربات واش كان بيناتكم مشاكل كان بيناتكم صداع تقول غدا ولا غدا غادي يجي يحيي مشى دابا راه غادي يقدر يمشي هو اللهم انا نمشي احسن ما نهرب انا ولا ما ولا يهرب هو علاش 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 تهرب هي علاش باغا علاش كانت باغا تهرب لان انا ما بغا خايفاني نوصل هذاك الشيء لبا الهضره هذا شنو غتوصل القضيه ديال التدخين نقول لها نقول لها التدخين راه هذا على ما حد منين انا منين جيت جيت الدار لعندهم جيت الدراري جبتهم لعندي الدراري الصغير بعد ذاك الاول اللي صغير بزاف راه بقى عند مرت باها وجبت هذوك الجوج معايا بقاو قاعدين معايا ديما تنتسناو وبقينا غير نديرو هاك مختفون نعم ما كاين مختفون لا والو واخا بقينا تنشوف شنو المشكل وليت انا تنخرج بالليل انا ملي خرجت بالليل راه تفات شي 15 يوم هذا وانا دايز مشاري من الخميس تبات لي هي واقفه لابسه سروال جين وزير الصاد زير شراح واقف واحد الاستاذ معاه شي واحد معاه واقف معاه شفتها كوي تجي مورا هذاك تخبات قلت لها شوف معاك قريب البوست تما في الدار البيضاء حدا متكي على البنكه واحد البوست ديال البوليس متكي على البنكه قريب حدا انا جريتهم جوج دوزتهم تما البوست قال لي الشاف هذا قلت له هذه جوج وهذا راه سميتو هي هذيك اعتقلوهم وانا قالوا لي غدا الصباح تجي للمعارف مشيت للمعارف باش تتبع الامور القانونيه ديالك الصباح مشيت للمعارف جابوهم من هذيك الكوميساريه اللي كانوا بايتين هما فيها هكا وتدير بيديها على فمها وتشوف فيها تقول لي انا مزاوجة انا زعما فهمتي ايوا هي هذيك اسيدي حتى دخلنا لعند وكيل عند البوليس تيقول لي اعترفي قلت له تقول لي انا ما تنعرفوش هو تما قال لي ما تنعرفوش المهم دخلوهم البلاصه مع الساق يلا قولي حتى اعترفوا بان راه كانوا هما بجوج ايوا ايوا قال لي راه تمشي لعند وكيل الدوله المحكمة السينات اللي كاينة حدا العمالة في كازا. شنو درتي من بعد؟ مشيت أنا مشيت ندخل عند وكيل الدولة دابا كي دخلت أنا عند وكيل الدولة وقفوا هما بجوج هكا وكيل الدولة قال لي شوف راه ماشي أنا اللي وكيل الدولة دابا
ومشي انا رئيس راه انت هو دابا رئيس المحكمة باش تدبوك بدل لك انا على وجه الله والنبي رسول الله وسيدي مولاي الحسن الله يرحمه بحالك نعم انا مشى الحليم ايوا نازل قال لي نازل زدت التنازل منين مشيت انا خرجنا ما لقيتها لا هي ولا خوها ولا بقاها ولا سميتو فهمتي كيفاش ما لقيتيهمش فين مشاو ما بقاوش في نفس البلاصه مشاو هما للدار واخا كاع داير داك الشيء بحال ما دايروا عندهم والو اين دار فين مشاو مشاو لدارهم جا سميتو منين شتو هكا رجعت والقبه ديال الاستاذ نيت سيد الوكيل خارج من ذاك قلت له استاذ هكير ما كاين قال لي جي في القاعه 4 مع 4 د العشيه في القاعه 4 تمايا قال لي شنو تقول لك قلت له انا بغيت نتصل فرق معاه ايوا راه حكمت المحكمه بقيت تابعهم انا بالمحكمه حتى طلقتو طلقوا لي هما ما بقيت تابعني ما والو ولكن انا شديت الدراري دخلتهم داخليين الخيرية البرنوسي الإسلامية اللي كاينة في البرنوسي علاش ما قدرتيش تعيشهم معاك أنت؟ لأن ما عندي شيكي غادي ندير نعيش مثلا بجوج واحد علاش واحد؟ واحد سراب سراب بقى معاها إيوا هي عطاته لشي ناس كبر معاهم يربيوه فهمتي؟ عطاتو لهذيك الناس باش يربيوه وهي تجات فهمتيني؟ نعم هي تجات هي دابا تجات انا شديت ولادي دخلتهم للخيرية للبرنوسي الاسلامي العموم سي يوسف وان كنا ما استوعبناش معاه كثير من أبعاد في التجربة ديالها العموم السي يوسف إلا كنتي مازال عندك الإمكانية للتواصل معنا على الرقم 055-3040-11-12 يمكن نوضحوا معك مجموعة من الأمور في القصة والتجربة ديالك ولكن التجربة ديال السي يوسف كيحضر داك الهاجس ديال الثقة الدرجة الأولى ودائما عاود كنقول لكم بالأساس البناء ديال أي علاقة هو الوضوح الحاجة الأولى الحاجة الثانية هو ما كاينش في هذاك المنطق ديال لا انا حيت كنت باغي نتزوج غير تزوجت وصافي سي يوسف اللي حكى لينا على تجربته هو كموسيقى كيف ما قال بحكم انه ما كانش يعني ملازم البيت ديالو بشكل كفيل نظرا لظروف العمل ونظرا لمجموعة من الأشياء باش يجيب لوليداتو ما ياكلو باش يخدم باش يشتغل حصل أنه اكتشف على الزوجة ديال مجموعة من الأمور اللي ما كانش عارفها ولكن السي يوسف كنت باغي نتسأل معاك أنت كسيد قادر على أنك تخدم قادر على أنك تشتغل واش كان من الضروري أن وليداتكم يكبروا بعاد عليك الدرجة الأولى أنت خصوصا الزوج الوليدات اللي يبقوا معك هل العموم هذه كلها معلومات معطيات اللي ربما وقائع اللي ربما كنا بغينا نتقاسموها مع السي يوسف لكن للأسف انقطع على الخط غادي نمشي ناخذ آخر تجربة ناخذ معها غير الخلاصة على أمل أننا نولي ونتواصل معها في حلقة الغد ومن بعد نفتح على مداخلاتكم وتفاعلاتكم على الرقم 055-3040-11-12 أو على رقم الواتساب 06-61-48-26 معنا مداخلة ولا تجربة مداخلة يلا
ناخذ نبداو في المداخلات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك سيدي. بخير أخويا الله يعزك. سنبغيوك وسنبغيو هذا البرنامج أخويا. بارك الله فيك، شكون معنا؟ حميد من سوق الأربعة. حميد من سوق الأربعة، مرحبا بك السي حميد، تفضل. بغيت ندخل في هذا الراجل اللي عيط دابا في هذه الساعة من كازا. إيه. بغيت نقول له بلا ما تبقى تصور فيها، الحياة تستمر و وحسن بوليداتك وصافي، بلا ما تبقى تصور في هذا. صافي هادشي اللي كاين اخويا. واضح سيدي، شكرا. شكرا جزيلا. شكرا على مرحبا بالمداخلات ديالك، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. واتساب 0661-8046-21. مساء النور لكم أستاذ حميد طاهري. بغيت ندخل في لالة زهرة ونقول لها تبارك الله عليك، وشنقول لك انتي كتكلمي وانا كأنها الأم ديالي اللي كتكلم. شنقول لك اللهم تعالى يعوض لك خير في دوك الوليدات، وعطيتيني انا بعدا شخصيا عطيتيني واحد القوة، وعطيتيني واحد بزاف الحوايج اللي تعلمتهم منك في هاد اللحظة هذه. وتنقول لك الله يجعل لك اللهم تعالى يعوض لك في دوك الوليدات خير، وراك تبارك الله عليك. واش نقول لك، راه كما قلت لك راه انت كتكلمي كانها الام ديالي كتكلم. شكرا لكم استاذ حميد الطاهري، شكرا لكم بزاف على هذا البرنامج. معكم ليلى من الرباط، صديقه البرنامج. شكرا لك ليلى من مدينه الرباط، شكرا على الوفاء ديالك. ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاله شكون معنا؟ استاذ حميد بخير؟ لاباس، الله يعطيك الخير. اشكرك على البرنامج بزاف. بارك الله فيك. معك نوال من تازة. مرحبا بك لاله نوال، تفضلي. بغينا ندخلوا في البرنامج ديال المزهره. ايه مرحبا. اشكروها بزاف بزاف، والناس بحالها ما بقاوش. نعم. الله يعاونها على الوليدات ديالها. والله يسهل عليها، والله يعطيها صحيح تعب باش تخدم على وليداتها. شكرا لك لالا نوال، مرحبا بالتواصل ديالك. شي اضافه اخرى لالا نوال؟ لا، يتلقى السر حدك الولد اللي عندها مجدود في السهل. امين، وحنا بدورنا كنتمنوا الخير لالا زهره. مرحبا بك نوال، شكرا جزيلا لك. مرحبا بالمداخله ديالك، شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم سيدي، شكون معنا؟ كيداير السي حميد، لاباس عليك؟ الله يعطيك الخير، بارك الله فيك. زعما عرفت الصحة تنتيقني. الو. الو شكون معنا سيدي؟ انقطعت المكالمة، احنا مازالين في استيعاب تواصلاتكم ومداخلاتكم على رقمنا 0535-40-11-12، وكذلك عبر رقم إذاعة مدينة فم لتطبيق الواتساب 0661-48-66-21. فهاد الزوج ديال التجارب اللي سمعنا لهم اليوم، تجربة لالة زهرة من مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى تجربة السي يوسف من مدينة الدار البيضاء بدوره. غادي ناخذ واحد الفاصل قصير ونرجعوا نواصلوا معكم ضمن الدفعة الأخيرة من المداخلات. ناخذ فاصل ديال جوج دقائق ونرجعوا لكم. نواصل وإياكم على أثير إذاعة ميدينا اف ام، وما تبقى من دقائق ضمن حلقة اليوم من برنامج فسحة أمل. فآخر دفعة من مداخلاتكم على الرقم 0555-40-11-12، أو كذلك على رقم الواتساب 0661-48-66-21. ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم. انقطعت المكالمة، ناخذ واتساب. مساء الخير خويا حميد، ومساء الخير لكاع الناس اللي في الاستماع. كنتمنى انكم تكونوا بخير. بالنسبه للسيد اللي تكلم دابا بالنسبه، فكنقول ليه ما يتخلاش على وليداته، يحضنهم ويرفق بهم حتى يوصلهم ان شاء الله. ليداش كيف دارت الام ديالهم وتخلات عليهم، هما دابا محتاجين ليه بزاف لانهم ديجا فقدوا
الحنان ديال الام ديالهم، كنتمنى انها ما يتخلاش عليهم. بالنسبه لام زهره فكنقول لها انها تزيد تكمل في الصبر ديالها، وربي ان شاء الله يعوضها في وليداتها ومنها نتعلموا الصبر. كنحييها بزاف لانها فعلا امراه شجاعه وصبوره، كنتمنى لها التوفيق ان شاء الله هي والوليدات ديالها. شكرا لهذا البرنامج الرائع. شكرا لك مستمعتنا الكريمه. احنا مازالين في استيعاب مداخلتكم على رقم 0555-40-11-12 وناخذوا مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام احمد الله، كيداير خويا حامي؟ بارك الله فيك سيدي، شكون معنا؟ لاباس عليك اخويا حامي، معك مرحبا، معك ميلودي من مدينه خميس النمره. سي ميلودي نقص لي شويه من داك الراديو، الله يعطيك الخير. اي اسمح لي اخويا نقص لك من الراديو. يلا مرحبا بك سيدي، تفضل السي ميلودي. فاش بغيتي تدخل معنا تفضل. وانا ندخلوا فيها فاطمه الزهراء مسكينه. هنا هي فيهم فاطمه الزهراء هذه اللي مسكينه على قاضي تبقى كلها باقا صغيره على الزواج. اياه السيده فاطمه اللي هضرت معنا البارح، هي قول لي. قول لها باقا بطل عندك 16 عام، قول لها راه انت باقا صغيره. نعم. مازال قول لها ما تفكريش في الزواج، مازال باقا صغيره، باقا عندك تتوصلي 18 20، قول لها باقا صغيره بزاف. نعم سيدي. وشكرا اخويا السي حميد الله يحفظك. مرحبا بك السي ميلودي من خميس النمره، شكرا جزيلا لك ومرحبا بالتواصل ديالك معنا. غادي نمشيو ناخذوا داكور، في انتظار اننا ناخذوا مكالمة اللي مازال مع السي شاكر التازي. ما فيها بس نتواصلوا أولا نرجعوا القصة ديال لالا زهرة من الدار البيضاء، ونتمعنوا فيها الكثير من في الكثير من الأبعاد. واحد النقطة مهمة اللي كنشار ليها الأخ بدر، ديال أن الأخت زهرة تحارب أو حاربت الأشياء التي لم تكن تلمس فيها الصدق، الأشياء التي لم تكن تلمس فيها الخير للناس، وحاربتها عند أقرب الناس لها اللي هي الجدة ديالها. وكطفلة من المفروض كطفلة نقدروا نقولوا باللي أطفالنا قلما نجد الطفل شجاع من الطفولة دياله، يعني كيتشجع في المجابهة ديال بعض الأشياء اللي ربما تكون كتبان ماشي هي هذيك. وهذه الشجاعة ديالها خلاتها انها حصدت او لجنات الثمار ديالها، بحيث المضاعفات الصحيه اللي وقعت لها نتيجه المعامله ديال جداتها، كيفاش حتى تحرقات، كيفاش عاشت اربع سنين او لعام ديال 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 المرض، ولكن عاشت الاثار ديالو فيما بعد. هذه كلها كتخلينا اننا نتشبتوا بالتجربه ديال هذه السيده. ناخذ مكالمة. الو السلام عليكم. مرحبا بك سيدي، شكون معنا؟ الله يحفظك سيدي، معك منى من مدينة الدار البيضاء. كنشكركم، كنشكروا البرنامج القيم. مرحبا سي منى. اللي تعالج فيه مجموعة من المشاكل واستفاد الجميع المتتبعين لهذا البرنامج، كنتمناو انهم ياخذوا العبر. مرحبا. من البرنامج وكنشكر الطاقم التقني ديال البرنامج وتقديم المكالمات. مرحبا سيدي. بغيت سيدي نهضر على هذيك الطفلة الصغيرة اللي البارح اللي بغات عندها على الزواج، على حسب انها يعني تنقول لها نصيحه، يعني نصيحه من جميع الفتيات اللي في السن هذا باغيين يتزوجوا، انهم مازال صغار باقيين احلام، يعني باقيين اطفال، يعني مراهقين، ما يتسرعوش وياخذوا قرارات في السن نظرا لبزاف ديال العوامل اللي كتعقب الزواج، يعني تقدر الاولاد ما تقدرش من الاهلاش باش تربي يعني جيل وهذا. وكنتمنى انا تفكر في شي صنعه، ناس تعمل شي صنعه ولا تدخل شي تكوين ولا هذا باش تفجر ديك الطاقات اللي عندها. وشكرا على البرنامج. مرحبا بك السي منعم من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك، مرحبا بالتواصل ديالك سيدي. ناخذ اخر مكالمه ضمن حلقه اليوم، نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا، شكون معنا؟ سي حميد يا خير، الحسن ابو القاسم من التمره.
الحسن من تمارا، مرحبا بك سي الحسن، تفضل. كندخل في التدخل ديال ام الزهراء. نعم. كنشكرها بزاف على الصبر ديالها، وكنتمنوا ليها تزيد تكمل الصبر ديالها، وكنتمنوا الله سبحانه وتعالى يخلف لها كل شيء، والله يشافي لها في راجلها ويشافي لها في الجميع، ونتمنى ليه ولدها يخرج بخير وعلى خير. نعم سي الحسن، مرحبا بالتواصل ديالك سيدي، شكرا جزيلا لك، مرحبا. اليوم ناولنا جوج ديال التجارب، طبيعة الحال تجربة السي يوسف اللي ربما حاول يرسم لنا واحد الصورة ديال الآثار أو النتيجة ديال غياب الوضع الطبيعي أو الانعدام تعايش أو العيش ديال الأسر في وضع طبيعي، ديال مثلا لما يكون الزوج اختار بشكل من الأشكال ولظرف من الظروف أن يعيش بعيدا على بيت الزوجية نظرا لظروف العمل الإكراهات، هذه كلها أبعاد اليوم اللي وصل لنا أو لحاول ينقل لنا بعد الوقائع اللي عصفت بعلاقته الزوجية، كذلك هذه الوقائع اللي كان دائما يربطها بغيابه، ولكن من خلال حديثه أشار على أنه رغم ظروف العمل، رغم المهنة دياله، رغم هذاك الشيء اللي كيدير هو كموسيقي كفنان، أشار على أن القرار ديال أنه يمشي ويعيش في مدينة أخرى بعيدا على المدينة دياله كان قرارا غير سليم بالنسبة له هو. ولكن عاوتاني غادي نتسائل مع السي يوسف، هو نفس السؤال اللي تسألتيه انتم خصوصا الأخت حبيبة، واش ماشي من المعقول أو من البديهي جدا أن الواحد شلف واحد المشروع حتى أن الزواج بغض النظر على أنه رباط مقدس مؤسسة سميوه اللي بغيتو، ولكن كيبقى حتى هو مشروع، مشروع إنساني. واش من العادي السي يوسف لو أن أي واحد فينا فشل في واحد المشروع ما يوليش يفكر كيفاش يستنهض همامه، كيفاش يولي ينوض من جديد؟ واش الاختيار ديال انك تخلي وليداتك لواحد المؤسسة ما باش يعيشوا فيها كان اختيارا سليما؟ على العموم هي ابعاد كثيرة، السي يوسف راه كيحكي لنا على تقريبا 15 سنة خلت، كنا نبغيو نعرفوا المآل ديال الأبناء ديالو، كيفاش كبروا، كيفاش ترباو في هذيك المؤسسة، كيفاش عاشوا الوليد ديالو اللي بقى مع السيدة، مع الزوجة، السيدة الزوجة ديالو، كيفاش كبر، كيفاش عاش، خصوصا أنه قال لنا باللي حتى هذاك الوليد ما كبر شيء مع الوالدة ديالو على اعتبار أنها سلمات لواحد العائلة، ومن بعد مشات ما بقات شيء، كي قال هو طرجات بهذا المعنى. إذن هذه كلها أبعاد كنا نود أن السي يوسف يعود بنا الاتصال، ولكن المجال لا يزال أرحب بطبيعة الحال في قادم الحلقات باش نوليو نتواصلوا معنا في القصة ديال السي يوسف. تجربة ديال لالا زهرة من مدينة الدار البيضاء واللي انتم سمعتوا لها بإمعان، اللي اكتشفنا معها صلابة المرأة المغربية،
صلابة السيدة المكافحة، صلابة سيدة طواقة لأن تعيش بكرامة، سيدة جعلت من الكفاح، جعلت من التضحية، جعلت من الحب شعارات لحياتها وعيشها. سيدة لم تقابل، وهنا يا أنا دائما كنقول سيدة لم تقابل الإساءة بالإساءة، سيدة اشتغلت بكل ما أوتيت من قوة، بكل ما أوتيت من إمكانات، بكل ما أوتيت من كفاح باش تربي وليدتها بالشكل اللي بغات هي، وهذا الشيء كامل وما تلقاتش وليدتها الشارع يرتكبوا بعض الجرائم للأسف اللي تحدثنا عليها في بداية الحلقة. فأكيد لنا عودة التجربة ديال الزهرة من مدينة الدار البيضاء في حلقة الغد، على اعتبار أن أي تجربة أو أي لحظة إنسانية ترسخ الإيجابية في الحياة، ترسخ الصبر، ترسخ تخطي الإكراهات، نعيرها اهتماما كبيرا. وحتى بعض التجارب اللي ربما كيعيطوا صحابها وكيقول لك حنا يأسنا حنا كذا، أكيد حتى هي نهتموا بها، ولكن نعمل على أن نبدد الشعور باليأس عند أي واحد فينا. فتحية للا زهرة اللي اتتت معنا الحلقة ديال اليوم من خلال تقتها اللي وضعتها في البرنامج وتقسمت معنا التجربة ديالها. أعود وأذكركم أعزائي عزيزتي أن نهار الخميس إن شاء الله غنفتح على سنحتفي باليوم الوطني للشخص المعاق بحضور السيد المندوب للتعاون الوطني لإقليم مكناس السي محمد أمين حازم، وغادي يكون معنا فعاليات أخرى نهار ديال الخميس. وبالتالي غدا هو آخر يوم من حلقات هذا الأسبوع اللي غادي نستوعبوا فيه تجاربكم وقصصكم. مستمعاتي الكريمات، مستمعي الأكارم، أشكر لكم كرم إصغائكم ومتابعتكم لنا، سواء أنتم الذين بدأتم معنا الحلقة واستمرتم معنا إلى الآن، وحتى أنتم الذين غالبا نعاس أعينكم نقول لكم شكرا. شكرا لرفقائي في تأتيت هذه الفترة الأثيرية في القيادة التقنية من خلال الإشراف على الإخراج على الدي الأجراوي، وفي قيادة التواصل معكم من خلال استقبال مكالمتكم الهاتفية شاكر تازي. أما أنا حميد الطاهري أقول لكم كما أقول لكم دائما، ناس ناس الراحة، صبحوا على خير، الله يعمر.